الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أن ختم القرآن في الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة، هو يحكم هذا عليه بالبدعة، لكن يقول إذا اجتهد بعض العلماء وقالوا هذا عن اجتهاد فلهم هذا الاجتهاد. رأي الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أنه بدعة. وغيره لا، لا يصلي، يصلي من أجل ختم القرآن؟ لا، لم يرد هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، الصلاة عند ختم القرآن، أو يختم إذا ختم القرآن في الصلاة يدعو في الصلاة، لا يدعو في غير الصلاة ورد عندما يختم القرآن، لا إشكال في هذا. طيب، نعم.